ما جاء على لسان الأستاذ عبد الله يكفي فعلا للإشارة إلى أن ما ينتظر المثقفين وما على المثقفين أن يقوموا به اليوم والغد في مجال التاريخ هو كثير وكثير جدا، لأن المساهمة أو إخراج كل ما هو في متون هذا التاريخ لم نره إلى الآن في كثير من الأحيان، فهو حبيس الكثير من المكتبات الخاصة ومن الملكيات الخاصة التي قد تضيع مع ضياع أهلها ومع ضياع من ساهموا فيها. إذن سأقرأ عليكم فقط كلمة الدكتور المسعودي، وأعتذر إذا لم أستطع أن أقدم قراءتي الخاصة لأنني لم أطلع على الكتاب بعد. قراءة في كتاب مرآة الدسائس في محنة الاستعمار المزالة بفضل الله وعبده محمد الخامس. كتاب أو هذا الكتاب من تأليف الفقيه عبد الله السعيدي الرجراجي، وهو أول عمل توثيقي وتاريخي لمؤسسة الفقيه عبد الله السعيدي الرجراجي للثقافة والتنمية. وتعود أسباب تأليف هذا الكتاب التوثيقي التاريخي إلى ما يلي: محاولة إزالة الغبار عن فترة مهمة من تاريخ مقاومة المستعمر الفرنسي الذي ما زال يشكو من عدة ثغرات، الاهتمام بتاريخ الرجراجيين ومواسمهم وصوفيتهم واهتمامهم بالدين الإسلامي والدفاع عنه وعن المقدسات الوطنية، دفاع الرجراجيين إضافة إلى باقي المكونات والفئات المغربية عن الوطن والدين والشرعية والأخلاق ومناهضة المستعمر، أسباب تسمية المؤسسة باسم الفقيه عبد الله السعيدي الرجراجي للفقيه للثقافة والتنمية، وتعود إلى شخصية الفقيه والخصال التي يتميز بها، ونجملها فيما يلي: أهليته وتكوينه العلمي والديني وعلاقته داخل وخارج المغرب، تأليف عدة كتب في التاريخ والتصوف والسياسة، نفيه ما بين سنة 1945 وسنة 1957، ثم استقباله من طرف محمد الخامس عدة مرات وأشار إليها الأستاذ عبد الله. ولد الفقيه سنة 1893 وحفظ القرآن وصاحب العلماء والفقهاء، ترك عدة كتب في التاريخ منها الفتوحات الربانية في ذكر مناقب الطائفة الرجراجية، الثغور الباسمة في تراجم المشهورين من عبدة والشيضة، وفي السياسة مرآة الدسائس وهو الكتاب الذي أمامنا، وكتب في القانون الفرق بين الشرع والقانون، وفي الصوفية سلم القاصدين في حضرة أشرف المرسلين، وروضة سلوان لكل محزون وكل عام. عن الحماية يقول في الصفحة 30، بس هنا قصير جدا، من بين ما قاله في الحماية الفقيه المؤلف
الحماية هي موت الشعوب، وهي التي توقف خفقان القلب والقلوب. الحماية هي التي أزالت القصور الملكية وعملت الرفوف ونفت الخامس ونصرت المعيوف، وأصبح الخونة والأغرار يحضرون المؤتمرات في تازة إلى تندوف، ولكن الله بالناس لرؤوف. الحماية فرضت على الإيالة التونسية فرضت على الإيالة التونسية أكثر من 80 سنة، والشعوب التي ترزح تحت ضغطها كحمار الرحى يدور إلى غير نهاية، ولا يستريح إلا في أوقات الأكل ويرجع. المهم، كتاب يمكن القول إنه كما قال من التاريخ المحلي صحيح، ولكنه ذهب إلى ما هو أعمق، أي تاريخ الوطنية المغربية ورموز الوطنية المغربية. وهذا التاريخ مليء فعلا بالأبطال، مليء بالأمجاد، لكن علينا أن نأخذ العبر من هذا التاريخ، لا أن نكرره أو نعيده على الأذهان أو على الأسماع فقط. نحن مدعوون للدخول في معارك الوطن، لأنها معارك المستقبل، رغم كل ما يقال عن أن الوطنية من مخلفات الماضي ومن مخلفات النضال ضد الاستعمار. فالاستعمار قد يتخذ أشكالا كثيرة، وقد يتخذ أساليب كثيرة، ومنها ما نراه في جنوبنا في صحرائنا، حيث يراد اقتطاع جزء أساسي من بلادنا من الوطن، وهذا جهاد الحقيقي. إذا كان يقول كان المغفور له محمد الخامس يقول خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا من معاني هذا الجهاد الأكبر الذي علينا أن ننخرط فيه بكل ما نستطيع، بكل ما نملك، بالكلمة وبالروح وبالتحفيز على أخذ العبرة من الماضي ومن نضالات الماضي، لأن الذين قدموا التضحيات لم يكونوا ينتظرون مكافآت ما، والذين كفئوا قد يكونوا بعضهم لم يكن في يوم من الأيام ممن قدم هذه التضحيات.